اهلا وسهلا فيك بجوي اووردز. ثانك يو سو ماتش. اول شيء سعيد بتواجدي في الرياض. جوي اووردز يعني ما شاء الله تبارك الله تجمع ثقافي فني كبير جدا، مستمتعين، الجو جميل في الرياض، واي ثينك اتس gonna بي amazing. اتز خاصة انه انت موجود. يا حبيبي عندي مجموعة اسئلة سريعة. يلا. بتقول لي سويتها ولا ما سويتها، يعني عملتها ولا ما عملتها؟ اعرف اسئلتك هذه من زمان. اذا بعد في شوية فضائح ما طلعت عنك. يلا يلا ما في مشكلة، انت باقي لك اصلا تكة، فضحتني في كل مكان. ياسر، لبست نفس الزي او البدلة مرتين بلقاء او باطلالة تلفزيونية، عملتها ولا ما عملتها؟ عملتها. عملتها وعادي بالنسبة لك؟ بس عملتها قبل كده. عادي بالنسبة لي، عادي. طيب ركز على السؤال وقول الحقيقة، بعت رسالة نميمة لحدا عن حدا بس بعت له اياها قاله بالغلط؟ في جروب. ايوه في جروب واتساب. شو رجعت عملت؟ يعني انا سويتها وحسبت ما موجود في الجروب وطلع موجود يعني. طيب يا الله على اسئلتك. غيرت دولاب سيارة في الليل انت وراجع البيت باخر الليل؟ سويتها في الجامعة. ايوه مرة واحدة. تعرف تغير دولاب؟ يعني ايوه استعنت بصديق. انا ما بعرف. جيت لتدفع وعامل حالك انت الكريم واكتشفت انه بقى معك مصاري، عملتها ولا لا؟ لا ما قد صارت، يعني اعرف انه ما عندي مصاري. ما بقدر. لا مش مره دفعت عن حدا وندمت قلت يا ريت ما عملتها؟ لا ابدا ما عملتها. طيب شي مره غيرت صوتك على التليفون؟ سؤال الاخير بس لما يعرفوا انه هيدا انت ياسر، انت عم تطلب دليفري، عم تطلب شيء، عم تحكي حدا؟ يعني انا عشان في الراديو 10 سنين احيانا كنت اضطر اسويها لانه يعني ما ابغى احد مثلا يجاملني ولا شيء، بيعرفوني من صوتي بس. ايوه قد سويتها بس ما يجاملوك. ايه يا اخي خلاص يا خلاص خلاص يلا بنشوفك. سي يو. جود تو سي يو والله. سي يو باي.